شاء الله جغرافيا الاسبيراتوري سهلة جدا جدا، معظمها انتوا واخدينها في سنة تانية. هما عبارة عن 13 جار هنجمعهم مع بعض. أول حاجة الجار اللي فيها كابيتس، في جار فيها كابيتس. الكابيتس دي في جار عندنا يكون فيه مالتيبل كابيتس وكلهم تقريبا قد بعض، يبقى في مالتيبل كابيتس وكلهم تقريبا قد بعض، ده الجار بتاع الأكيوت لونج اكسس ومعاه جنجرين. فاكرين لما خدنا في النظري وقلنا ان اللونج اكسس ممكن يبقى كومبليكيتد باي جنجرين، لان اي حاجه بيكون فيها نيكروزس ممكن بعد كده يحصل عليها بيوتريفاكشن ويبدا التيشو يموت ويحصل فيه ايه؟ جنجرين، مش كده؟ فاحنا عندنا الجار اللي فيه كافيتيز كتير قد بعضها ده بيبقى اكيوت لونج اكسس مع جنجرين. والسكيم بتاع اي اكسس كافيتي احنا عارفين، اي ابسس عباره عن كافيتي واللايننج بتاعه ماله؟ شريدي يلو نيكروتيك. هنقولها هنا وهنقولها في البايميك ابسس بتاع الليفر وفي اي حاجه فيها ابسس. اي حاجه فيها ابسس على طول هو كافيتي وليه شريدي يلو نيكروتيك لايننج. بس ما ننساش ان ده لونج ابسس مع جانجرين، فالجانجرين دي عباره عن ايه؟ هقول دي بلاك فصائل. ماشي؟ بعد كده في جار تاني في كافيتي واحد بس كبير، كافيتي واحد كبير قوي. الجار ده عباره عن ايه؟ كرونيك لونج ابسس. الكرونيك لونج ابسس عارفها منين؟ كافيتي واحد وكبير. طيب ايه وصف الكرونيك لونج ابسس؟ ان هو لارج كافيتي، وبما انه كرونيك فالمول بتاعه بيكون ثيك اند فايبروتيك، واللايننج بتاعه بيكون ايه؟ سموث، ولا شريدي ولا نيكروتيك ولا اي حاجه، لان هو كرونيك ابسس. ماشي؟ بعد كده الجار التالت اللي فيه كافيتي او من الجارات اللي فيها كافيتس، هو جار بيكون فيه كافيتي كبير كده فوق وكافيتس صغيرين تحت، وده الجار بتاع الكرونيك فايبروكيزيس بالمونري تي بي. لو احنا متهيألي ما لحقناش ننساه من السنه اللي فاتت، ده عيان عنده بالمونري تي بي. حصل ايه عنده؟ ان التي بي عمل كافيتي في الايبكس او في الابر بارت بتاع اللنج. التي بي بدا يعمل نيكروزس وينخور في الابر بارت بتاع اللنج، فعمل لي ابسس كافيتي في الابر بارت او سوري او ايبيكال كافيتي في كافيتي في الابر بارت بتاع اللنج. ايه وصف الكافيتي ده؟ ان اول حاجه الوول بتاعته مالها؟ سيك وول. الوول بتاعه هنا ايه؟ سيك وول. واللايننج بتاعه بما انه تي بي يبقى لازم اي حاجه فيها تي بي هقول كلمه ايه؟ يلو كيسز. برافو عليك. يبقى انا عندي الكافيتي ده سيك وول واللايننج بتاعه يلو كيسز. وما انساش ان التي بي نكروزس ساعات في حاجات ما بيقدرش يكسرها او يكسرها متاخر زي السيك وول بلاد فيسل او البرونكاي، فبتظهر كانها ريدجز كده خطوط بالعرض في وسط الكافيتي. يبقى انا عندي اولا في الفايبروكيزيس كرونيك فايبروكيزيس بالمونري تي بي عندي كذا كافيتي. اولا ايبيكال كافيتي في الابر بارت بتاع اللنج بيكون لي سيك وول وبيكون يلو كيزيس لايننج، وما انساش الترانسفيرس ريدجز، ريدجز بالعرض. دول مين؟ دول البرونكاي والفيسلز اللي بتريزست الدستركشن باي كازيشن. بعد كده السي بي ممكن يتنقل لللور بارت بتاع اللنج ويأفكت الاسيناي. وقلنا ايه هي الاسيناي بتاعت اللنج؟ كلمه لنج اسينس يعني ريسبيراتوري برونكيول والفيولر ضغط والفيولر سيت، عامله زي العنقود بتاع الايه؟ الكريز. بيكون في عنقود كبير ده الريسبيراتوري برونكيول ومتفرع على عنقيد صغيره، دول من الالفيولر ضغط، والكريزه نفسها هي الالفيولر سيت. الاستراكشر ده اسمه لنج اسينس. الكازيشن لو اتنقل من الاسينس دي وعمل لها ديستراكشن ده بسميه اسينار ليجن، والاسينار ليجن بيبان يلو كيزيس فوكس في اللور بارت بتاع اللنج، بتبقى صغيره قد الاسينس كده. لو كذا اسينس جنب بعض حصل لهم نيكروزس وكلهم لحموا في بعض هيعملوا لي حته كبيره قوي من النيكروزس يسموها كونفلوينت نيمونيا. واتفقنا يعني ايه كلمه كونفلوينت؟ يعني حاجه واخده مساحه كبيره. برافو عليك. يبقى انا عندي حته كونفلوينت نيمونيا دي لارج يلو كيزيس اريا. يبقى الكرونيك فايبروكيزيس بالمونري تي بي انا عندي بيكون في ايبيكال كافيتي سيك وول ويلو كيزيس لايننج وترانسفيرس ريدجز اللي هم السيك وول بلاد فيسلز اند سيك وول برونكاي اللي بيريزست الكازيشن.
وعندي سمول اسينر ليجن وصفهم ايه الاسينر ليجن يلو كيزياس فوساي وعندي كونفرمنت نيمونيا لارج يلو كيزياس اري. خلي بالك اي جار تي بي اي جار ريسبيراتوري تي بي دونت فورجيت حاجتين عارفين في الجارات كده الجزء دونت فورجيت حاجات انتوا بتنسوه انتوا مش هتنسوا الابيكال كافيتي ولا الاسينر ليجن ولا كونفرمنت نيمونيا بس هتنسوا الحاجتين دول. اي جار تي بي في اللنج لازم تعلق ان فيه تيوبيركلس ليمفادينوباثي حتى لو مش شايف كده كده مش هتشوفها تمام ولازم تعلق على الفلورا ان الفلورا فيها فايبروسس اند ادهيجنز. يبقى اوعى تنسى اي جار تي بي في اللنج هتعلق على حاجتين تيوبيركلس ليمفادينوباثي وايه كمان الفلورال فايبروسس اند ادهيجن. التيوبيركلس ليمفادينوباثي ايه وصفها؟ ان الهايلر ليمف نودز بيكونوا مالهم اولا انلارجد بما انهم تي بي يبقى لازم احط كلمه ايه؟ يلو كيزيس يبقى انلارجد يلو كيزيس وماتد يعني ايه ماتد؟ يعني لازقين في بعض فيوزد. يبقى تيوبيركلس ليمفادينوباثي ليها سكين ان الليمف نودز مالها انلارجد يلو كيزيس وماتد. طب امال البلورال فايبروزس واديجن ليها سكين؟ لا مالهاش بنحطها في الوصف زي الكومنت زي ما اتكلمنا عن الاكيوت اي او في الجارات الايه؟ الجي اي تي قلنا بنحطها في الكومنت زي الوصف ملهاش وصف. نفس الكلام هنا بلورال فايبروزس وادهيجن ملهاش وصف. يبقى احنا عندنا جار بالنسبه للناس اللي جايه جديده احنا في العملي ساعات في جارات بيكون الدايجنوزس بتاعها كبير تمام؟ فاحنا بيبقى صعب نحفظ بيبقى كذا دايجنوزس احنا مش انتوا عارفين ان الجار دايجنوزس كومنت تمام؟ انت برضو انت مش جديده صح؟ طيب يبقى الجار دايجنوزس وكومنت فاحنا عشان خاطر نوفر على نفسنا حفظ كتير بنحفظ الدايجنوزس وكل جمله في الدايجنوزس بيبقى ليها سكيم عندنا. فالجار ده من الجارات الكبيره. الجار ده الدايجنوزس بتاعه عباره عن ايه؟ بنقول ان هو كرونيك فايبروكيزياس بالمونري تي بي معانا اسينر ليجن كونفرمنت نيمونيا بلورال فايبروزس وادهيجن وتيوبركلس ليمفادينوباثي. دول كلهم الدايجنوزس بس. فبدل ما احفظ دايجنوزس واحفظ عليهم وصف لا كل جمله في الدايجنوزس بحفظها وبحولها لسكيم. اولا الكرونيك فايبروكيزياس بالمونري تي بي ده ايه وصفه؟ ان انا عندي ابيكال كافيتي الكافيتي ده ليه سيك وول ويلو كيزياس لايننج وترانسفيرس ريدجز اللي هم الكونكاي والارترز اللي بيريزست الكازيشن. طيب وعندي اسينر ريجن اللور بارت بتاع اللحم بيكون فيه سمول يلو كيزياس فوسار. لو مسكوا في بعض دي لارج يلو كيزياس اريا اسمها الكونفلوينت نيمونيا. طب البلورال فايبروزس وادهيجن ملهاش وصف زي ما بنحطها في الدايجنوز زي ما بنحطها في الايه في الوصف. طب التي بي ليمف نودز ايه وصفه؟ ان الليمف نودز مالها انلارج يلو كيزياس ميتد. يبقى ما ننساش في جارات التي بي ان انا ازود بلورال فايبروزس وادهيجن وان انا ازود ايه؟ ليمف نودز تيوبيركلس ليمف نودز. ما انساش في جارات اللونج ابسس اكيوت او كرونيك اقول ان الفلورا فيها فايبروزس وادهيجن برضه اوعى تنساه. طب حد يقول لي اللونج ابسس ده اكيوت ليه الفلورا هتبقى فيها فايبروزس؟ اقول لك ان هو ممكن يعني هو قال انفكشن اتنقلت لها بس هي قالت كرونيك قبل اللونج مش مشكله ماشي عادي جدا اللونج فيها اكيوت والفلورا فيها كرونيك مش هنقعد ايه نقف لهم على واحده انت ليه اكيوت وانت ليه كرونيك خلاص دي قالت كرونيك الاول مش اي مشكله تمام؟ يبقى احنا عندنا اي جار لونج ابسس اكيوت او كرونيك لازم احط فيه كلمه بلورال فايبروزس اند ادهيجنز. اي جار تي بي في اللونج لازم احط بلورال فايبروزس وادهيجن مع تيوبيركلس ليمفادينوباثي ماشي؟ طيب بعد كده في جارين الجارين دول فيهم نقط صفراء يا اما نقط واحد نقط صفراء صغيره خالص والتاني دوائر صفراء كبيره. اللي فيه نقط صفرة صغيره ده ميلياري تي بي. يعني ايه ميلياري تي بي؟ يعني واحد كان عنده تيوبركلوزس والتيوبركلوزس بقى تيرمينال ستيج وبدا ينتشر في الجسم كله. لما التي بي بينتشر في الجسم كله بيعمل لي حاجه اسمها ميلياري تي بي. يعني كل الاورجنز بتاعتي بتكون فيها حاجات صفرة صغننه خالص اللي هو يلو كازيشن صغير خالص بيكون منتشر في الجسم كله. فاحنا عندنا هنا في ميلياري تي بي في اللنج عامل نقط صفرة صغيرة خالص في اللنج. ايه وصف الميلياري تي بي؟ ان اللنج فيها تايني يلو كيزياس فوساي ده وصف الميلياري تي بي. بس ما انساش ان ده جار تي بي يبقى على طول لازم يبقى معاه بلورال فايبروزس وادهيجن و
لينفوباثي اللينف نودز مالها انلارجد يلو ايزياس ماتر. تمام. طيب اما الجار الثاني اللي فيه دواير صفراء، الميليان سي بي ده نقط صفراء، لكن الجار الثاني اللي فيه دواير صفراء ده جار اللونج ميتاستاسيس. يعني ايه لونج ميتاستاسيس؟ واحد كان عنده تيومر في بريست، في كولون، في اي حته، راح انتشر ووصل للنج، عمل ميتاستاسيس في اللنج. طب ايه سكيم اللونج ميتاستاسيس؟ لو حضرتوا جارز بتاعت الليفر، كنا وقتها كان في جار كده فيه ليفر اتش سي سي وسيروزس ومعاه لنج، كان فيها ايه اللنج دي؟ ميتاستاسيس. نفس الكومنت اللي اقوله هناك هو نفس الكومنت اللي هقوله هنا. ايه وصف بقى اللنج ميتاستاسيس؟ ان انا عندي مالتيبل، دايما الميتاستاسيس بيكون ايه؟ مالتيبل، اللي هو منتشر عن طريق الدم. في ميتاستاسيس سنجل بس مش معانا دلوقتي، ماشي؟ يبقى عندنا مالتيبل نوديولز لونهم ايه؟ لونهم اصفر، مش عارف فيهم نكروزس. النوديولز دي ويل ديفايند بات نوت كابسيوليتد. يعني ايه ويل ديفايند بات نوت كابسيوليتد؟ يعني بلاقيهم نوديولز كتير كده محددين، الاقدر احدد البوردرز بتاعتهم بس مش حواليهم كبسول. يبقى ده السكيم بتاع اللونج ميتاستاسيس، هقوله في الجار ده وهقوله في الجار التاني اللي مع الليفر في الجي اي دي. هقول ايه؟ ان انا عندي مالتيبل يلوش نوديولز، النوديولز دي ويل ديفايند بات نوت كابسيوليتد. يبقى الجارين دول واحد فيه نقط صفراء، واحد فيه دواير صفراء. اللي فيه النقط الصفراء اللي هو مين؟ الميلياري سي بي، عباره عن ايه؟ ستايني يلو كيزياس فوساي مع بلورال فايبروزس واديشن مع تي بي ليمفادينوباثي، ان الليمف نودز مالها اللارج يلو كيزياس ماتر. اما بالنسبه للونج ميتاستاسيس فعباره عن ايه لونج ميتاستاسيس؟ ان اللونج فيها نوديولز مالتيبل يلوش وديفاين بات نوت كابسولين. تمام؟ بعد كده في جارين فيهم لوبر نيمونيا، فاكرين اللوبر نيمونيا؟ نيمونيا واخده ايه؟ لوب واحده. تمام؟ طيب اللوبر نيمونيا جارين، واحد منهم واخد اللوب التحتانيه، خلاص؟ بنلاقي اللنج كده مقسومه بالورد، مقسومه بميل كده. الابر والميدل لوب ما همش اي مشكله، فيهم شويه انسراكوزس بس. امال اللور لوب هي اللي فيها النيمونيا. طب ايه وصف النيمونيا جروسلي؟ وصف النيمونيا جروسلي ان اللنج بتكون اولا سولن، واحنا عارفين ان اللنج سولن ليه؟ لان احنا شلنا الهواء اللي جواه وحطينا بداله انفلاميشن واكسيوليت، فاللنج بتكون سولن وبتكون فيرم شبه الليفر، فيها ايه؟ هيباتايزيشن. برافو عليك. يبقى فيرم وكونسوليديتد، يعني بقت فيرم ماشي هيباتايز. وطب انا ما مسكتش اللنج بايدي بس هعرف منين انها فيرم؟ برافو عليك، بلاقي البوردرز بتاعتها شارب. يبقى اللنج سولن كونسوليديتد، اوعى تنسى كلمه كونسوليديتد في النيمونيا، اوعى تنساها. يبقى انا عندي اللنج سولن كونسوليديتد وليها شارب بوردرز دينوتنج فيرم كونسستنسي، والابر والميدل لوب فيهم انثراكوزس. طيب دايما اي جار نيمونيا لازم يكون البلورا فيها فايبرينس فلوريز. يعني ايه فايبرينس فلوريز؟ يعني انفلاميشن فايبرينس، في فايبرين كتير. طب ايه وصف الفايبرينس فلوريزي؟ نحفظه سكيم كده الفايبرينس فلوريزي. فاكرينه كنا خدناه في الهارد زمان، فاكرينها؟ ان ايه؟ ان البلورا كفرد باي دال اوبيك ريتيكيوليتد يلو فايبرين ديبوزيت، ماشي؟ يبقى ايه وصف الفايبرينس فلوريزي؟ ان البلورا كفرد باي دال اوبيك ريتيكيوليتد يلو فايبرين ديبوزيت. يبقى اي جار نيمونيا لازم يكون معاه فايبرينس فلوريزي، اوعى تنساها. وده سكيم الفايبرينس فلوريزي. يعني ايه فايبرينس فلوريزي؟ ده اكيوت انفلاميشن من النوع النون سبريتيف بس بيكون فيه اكسس فايبر. تمام؟ الجار الثاني اللي فيه لوبر نيمونيا جار برده مقسوم بالنص، النص الفوقاني دي لوب فيها لوبر نيمونيا مع لونج ابسس. مش فاكرين لما احنا خدنا في النظري ان ساعات الابسس بيكون بوست نيمونيك، يعني من الكومبليكيشنز بتاعت النيمونيا اللي ممكن تقلب بلونج ابسس، فاحنا عندنا اللوب الفوقانيه دي فيها نيمونيا، ايه وصفها؟ اللوب مالها؟ سولن كونسوليديتد ليها شارب بوردر دينوتنج فيرم كونسستنسي. طيب طب وايه وصف الابسس كافيتي؟ عندي سمول كافيتي وليه يلو شريدي نيكروتيك لاين. تمام جدا. طب امال اللور لانج لوب فيها ايه؟ فيها تي بي. فيها فاكرين التي بي لما بيأفكت اللانج لاول مره بيعمل ليجن في اللانج اسمه ايه؟ جونز فوكس. جونز فوكس، برافو عليك.
الجونز فوكس دي اول ما اللانج بيدخل التي بي بيدخلها اول ما التي بي يدخل اللانج لاول مره بيعمل فوكس صغيره من الكازيش يجيله كيزياس فوكس صغيره حوالي نص سنتي كده دي كانوا بيسموها الجونز فوكس تمام ايه وصف الجونز فوكس اللي في اللور لوب اللي هي يلو كيزياس فوكس بس تمام يبقى انا عندي في لانج ثانيه فيها لوبر نيمونيا بس مقسومه ترانسفيرس يبقى احنا خدنا جارين لوبر نيمونيا واحد مقسوم بالورب كده بميل والتاني مقسوم بالعرض ترانسفيرس اللي مقسوم بالعرض الابر لوب فيها ايه لوبر نيمونيا وابسس كافيتي ايه وصف اللوبر نيمونيا ان اللوب ده هي سوولن فيرم كونسوليديتد ليها شارب بوردر وايه كمان دينوتنج فيرم كونسيستنسي امال اللور لوب فيها ايه فيها جونز فوكس ايه وصفه يلو كيزياس فوكس تمام وما ننساش ان ده جار نيمونيا جار نيمونيا يبقى على طول معاه فايبرينس فلوريد يعني الفلورا مالها دار اوبيك ريتيكوليتد يلو فايبرين ديبوزيشن حاجه سخيفه جدا فوق الوصف ان البني ادم اصلا ما عادش حضرته ما جاش يفضل يفتح الباب ويقفل ويزيق الباب بجد حاجه منتهى السخافه وكل مره بيعملوا كده بعد كده في جار تاني نيمونيا بس مش لوبر حتى فعلا اللوبر نيمونيا نوع الانفلاميشن فيها ايه؟ اكيوت نون سبتيف فايبرينس انفلاميشن خدنا نوع تاني من النيمونيا في النظري كان ايه؟ اكيوت وي سبتيف فاكرينه كان اسمه ايه؟ سبتيك برونكو نيمونيا عندنا جار في سبتيك برونكو نيمونيا الجار ده بيكون فيه ثلاثة سلايسز من اللانج ورا بعض كده على شكل ثلاث اهرامات ماشي طيب بما انه سبتك برونكو نيمونيا يعني في بس وطالما في بس ايه وصف الفص انا بيكون عندي يلوش فصال فصال يلوش تمام من السابيوريشن لان في بس بس اوعى تنسى تقول يلو كيزياس احنا هنا بس مفيش كازيشن تمام احنا هنا مجرد صديد التهاب صديد عشان هنا الانفلاميشن بالستات عملت لنا شويه ايه يلو سابيوريتيف فصال طب اللانج اللي بتويل اليلو سابريت الفوساي دي مالها؟ تكون هايبريميك فيها هايبريميا او فيها كونجيشن من الانفلاميشن وبما انه جار نيمونيا يبقى على طول الفلورا فيها فايبرينس فلوريزي ايه وصف الفايبرينس فلوريزي؟ دارك اوبيك ريتيكيوليتد يلو فايبرين ديبوزيشن يبقى من قواعد الريسبيراتوري جارز ان الجارز بتاعت اللانج ابسس الفلورا بيكون فيها فايبروزيس واديجن والجارز بتاعت التي بي يكون فيها بلورال فايبروزس واديجن وتي بي لينفادينوباثي والجارز بتاعت النيمونيا سواء لوبر او سبتك برونكو نيمونيا بيكون معاها ايه؟ بلوريزي فايبرينس تمام؟ بعد كده في جار البرونكيكتيزس وقلنا يعني ايه برونكيكتيزس؟ يعني البرونكاي لو سمحت يا دكتور اقفل الباب لغايه ما اعرف حضرتكم ما يجي البرونكيكتيزس ان البرونكاي حصل فيها ايه؟ دايلاتيشن نتيجه لايه؟ لان انا عندي انفكشن ومعاها اوبستراكشن تمام؟ واتفقنا ان البرونكيكتيزس بيكون فيها كمان سابريتيف انفلاميشن صح؟ طيب فانا عندي جار البرونكيكتيزس لازم اوصف يوسف هي الساعه جت 10؟ الساعه جت 10؟ لا كده اربع دقايق لما اربع دقايق اخلص وانا اقف تمام؟ البرونكيكتيزس عندنا البرونكاي مالها؟ اولا دايليتد ده اولا ثانيا الوول بتاعها ماله سيك وول ليه سيك وول عشان في فايبروزس تمام ثالثا اللايننج بتاعها يلو اكسيوديت لان فيها سفره الانفلاميشن يبقى انا عندي البرونكاي اولا بتبقى دايليتد والدايلاتيشن ده يا اما عامل زي الكيس كده من ناحيه واحده يسموه ساكيولار يا اما من الناحيتين يسموها فيوزيفور يا اما مجرد البرونكاي وسعت فيسموها سلندريك الكلام ده خدناه في النظري البرونكاي هعلق فيها على ايه؟ على الوول بتاعها اولا الوول ماله؟ سكند طب اللايننج بتاعها ماله من جوه؟ عليها يلو اكسيوديت تمام؟ يبقى البرونكاي دايليتد يا اما ساكيولا سلندريكال او فيوزي فور ليها سيك وول واللايننج بتاعها ماله؟ يلو اكسيوديت يبقى ثلاث حاجات في البرونكاي دايليتد سيك وول كفرد باي يلو اكسيودي وما تنساش البلورا فيها ايه هنا؟ زي اللونج اكسس بلورا فايبروزس اند اديشنز. طيب في جار في امفيزيما
اللنج. وساعات الالفيولاي لما بتراكتشر يبقى عندي كذا الفيولس مع بعض كده لحموا بعض وبقوا ديستندد زي البالونه نسموها انفيزيميتاس كل. يبقى انا عندي هنا اوفر ديستندد لنج ومعاها الانفيزيميتاس كل. تمام. في جار في انفلاميشن في التراكيه واللارنكس تراكيايتس ولارنجايتس. هعرف منين الجار ده؟ العيان عنده تراكيوستوم من كتر الانفلاميشن والسويلنج حصل له ايه؟ انسداد في نقر الهواء، فعشان الهواء عملوا له ايه؟ تراكيوستومي، قرن في التراكيه. فاول ما الاقي الجار ده اللي فيه تراكيوستومي فاتحه كده يبقى ده جار تراكيايتس اند لارنجايتس. طب ايه وصفها؟ فاكرين لما خدنا وصف الابنديسايتس كنا قلنا الميوكوزا مالها؟ هايبريميك وكونجستد وسوولن. بس نفس الكلام هنا، الميوكوزا بتاعت التراكيه واللارنس مالها؟ هايبريميك كونجستد وسوولن، بس مش هجيب سيره البرفوريشن اللي كان موجود فين في الابنديس. تمام؟ بدل البرفوريشن هنا بقى في مين؟ التراكيوستوم. تمام؟ يبقى الجار ده التراكيايتس والارنجايتس مش هحفظ جديد. الميوكوزا بتاعت التراكيه واللارنس مالها؟ هايبريميك كونجستد اند سوولن. ماشي؟ بعد كده جار راينوس كيليروما. اتفقنا الراينوس كيليروما ده جرانيلوميتس انفلاميشن، يعني ماس جرانيلوما كده عامله زي الماس، بس الماس دي مش تيومر، ده انفلاميشن. الماس دي عامله ايه؟ مالت النيزل كافيتي اولا، ثانيا عملت انفلتريشن للابر ليب، وهي بتملى النيزل كافيتي كسرت السبته اللي بتوين الايه؟ الناحيتين بتوع النوز. يبقى انا عندي الراينوس كيليروما جار هعرفه منين؟ في نوسترد، في فتحتين النوز. اول ما اشوف النوسترد جار الراينوس كيليروما. ايه وصفها؟ ماس. الماس دي فيلنج النيزل كافيتي، ديستروينج السبتا اللي هي اللي جوه النوز، وعامله انفلتريشن للابر ليب. يبقى ماس عامله ثلاث حاجات، فيلنج النيزل كافيتي، انفلتريتنج الابر ليب، وعامله ديستراكشن للنيزل سبتا. اخر جار عندنا، جار ملوش حاجه تميزه، بس هو مش واحد من كلهم، جار البرونكوجينيك كارسينوما. وده من الجارات اللي بحفظ فيها دايجنوزس واحوله لكومنت. الجار ده فيه برونكوجينيك كارسينوما على الليفت لانج، عامله ميتاستاسيس للرايت لانج، وعامله الورق عامل سيبتك برونكونيموني، عامل التهاب صديدي في اللانج، وفي ليمفادينوباسي انلارج هايلر ليمف نودز، ومعاه فايبرينس بلوريس. انا هحفظ ده وهحوله الكومنت. طيب البرونكوجينيك كارسينوما احنا اتفقنا اي ورم طالع ويزن ان اورجن، يعني مش طالع في ميوكوزا، يبقى الورم ده ايه الوصف بتاعه؟ 3 اي اللي هو الريجولار الديفاين انفلتريتنج جريش وايت ميس. ادي وصف اول حاجه. الميتاسيس في الرايت لانج ملهاش وصف. طب السبتك برونكونيمونيا ايه وصفها؟ زي الجرع هون ماله؟ يلو سفرت الفوسايل في اللانج. طب الهايلر ليمفادينوباسي ايه وصفها؟ انلارج هايلر ليمف نودز. لا انا خلصت. ماشي؟ طيب وايه وصف الفايبرينس فلوريزي؟ ان الفلورا فيها دارك بيك ريتيكيوليتد جريش وايت فايبرين ديبوزيشن. تمام؟ دول السكيم بتاع 13 جار. المره الجايه قبل ما نبدا في الجلوميرونيفرايتس